عموما انا بشوف برضو ان الصوره دي او الفيديو اللي احنا شفناه، حاول تشغله لنا تاني يا سمير، لانه من حق كل الناس اللي قاعده دي ان هي تقال اسمائها، كابتن محمود أكيد. الخطيب رئيس النادي الاهلي، المهندس خالد مرتجي امين الصندوق، دكتور محمد شوقي عضو مجلس الاداره، اعتقد كان تيمور حمدي ابن الكابتن حسن حمدي الاسطوره، كابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي الاسبق، وايضا سعاده القنصل العام السفير احمد عبد المجيد موجود برضه، وكل الناس اللي موجوده دي يا جماعه كل واحد ليهم في النادي الاهلي وبيحب النادي الاهلي مش من قلبه ومن جوه اعماق قلبه. الصوره دي او الفيديو ده مش هنشوفه في حتت تانيه، مش هنشوفه كتير، ولكن من المفترض يا كابتن هاني ان تكون هذه الطبيعيه، الصوره الطبيعيه او الفيديو الطبيعي لاي حته في العالم. طبيعي، لان بس انت يعني النادي الاهلي زي ما بقول لك هو عنده يعني اتحط اساس كبير جدا جدا من زمان، والناس ماشيه على هذه الخطوات، وناس بتزعل لما احنا بنردد الكلام ده، لكن هي دي الحقيقه. ويمكن انا قلت امبارح ان البطولات اللي انت بتوصل لها والاسم الكبير اللي انت بتبنيه على مستوى العالميه ده مش من فراغ، ده من شغل سنوات طويله جدا جدا وتضحيات كتيره جدا جدا ومشاكل كتيره، والنادي الاهلي دايما في الازمات زي ما احنا شفنا على المستوى الفني بيكون الرد العملي. رد النادي الاهلي خلال مباراه الاتحاد ده رد عملي، وجود الكابتن محمود الخطيب في الملعب زي ما حضراتكم شايفين، اجتمع مع اللعيبه كمان، خلي بال حضرتك قبل بدايه التدريب المران اجتمع مع اللاعبين واتكلم معاهم. بيني وبينك فرصه يا كابتن هاني، طبعا انا كلاعب في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه التوقيتات ومعايا من اول رئيس النادي وامين الصندوق واعضاء مجلس الاداره تقريبا كلهم هناك، وانا كفريق عندي افضل سكواد في افريقيا، عندي افضل مدير فني، عندي كل حاجه، عندي احسن جمهور في العالم وجهه نظري، محدش يقول لي انا بالنسبه لي جمهور الاهلي هو احسن جمهور في العالم. فانا بالنسبه لي فرصه برضو ان انا مش هلعب مانشستر سيتي في الدور قبل النهائي مثلا، او الفريق الاوروبي دائما هو اللي بيبقى في المباراه النهائيه يعني في مزبوط. فبالتالي عندي فرصه، عنده فرصه كمان، فرصه صعبه جدا جدا طبعا، لكنها فرصه افضل من ان انا لاعب الفريق الاوروبي. واحنا المطلوب زي ما قلت لك يا اسلام، المطلوب ان احنا نعمل نفس الاصرار ونفس الاداء ونفس العزيمه، والنتيجه بتاعت ربنا، لكن لازم تطلع كل اللي جواك. لكن فرصه كبيره جدا لهذا الجيل الحقيقه ان هو يكسر حاجز البرونزيه ويوصل للمباراه النهائيه، واعتقد ده هو ده اللي موجود. يعني لما تلاقي احاديث اللعيبه يقول لك هو ده التارجت بتاعنا، ان احنا عايزين صحيح. عملنا الحمد لله وصلنا للبرونزيه 3 مرات، لكن احنا نفسنا نقف على منصه التتويج سواء على المستوى الذهب او على المستوى الفضه، وهو ده النادي الاهلي. والحقيقه واللي احنا شايفينه ده النادي الاهلي، ربنا يديك الصحه يا كابتن حسن. وبص خلي بالك كل الشباب اللي بيسلموا على الكابتن حسن دول موجودين في النادي، ويمكن يعني من ايام طبيعي. الجيل اللي قبل يعني من طبيعي. زمان طبيعي الناس دي الكابتن حسن يعتبر زي اخوهم الكبير زي باباهم، الناس دي متربيه جوه النادي، متربيه جوه النادي، عارفين الناس ديت متربيه جوه النادي، والنادي الاهلي حقيقي. لناس كتير هو بيته الاول مش بيته الثاني كمان. الناس بتعيش في النادي الاهلي اكتر ما بتعيش في بيوتها، وزي ما بقول لك يعني اجواء رائعه جدا جدا، وان شاء الله باذن الله كل ده ينعكس ايجابيا ان شاء الله بكره على فرقتنا وعلى ادائها وعلى النتيجه ان شاء الله باذن يا رب ان شاء الله. لانه الحقيقه بعد المشاهد الرائعه اللي احنا بنشوفها من رئيس النادي الاسبق لرئيس النادي الحالي لمجموعه من الاجيال الرائعه الحقيقه اللي من الممكن ان تتصدر المشهد خلال الفترات القادمه، الحقيقه عندنا مجلس اداره على اعلى مستوى.